بدينا راينا ايضا حول الميثاق الوطني اخلاقيه الميناء الذي انجزه المجلس الوطني للصحافه. احنا جزء من هذا المجلس، يعني ممثلين بالسيد الرئيس المجلس يونس مجاهد الذي هو عضو النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه ومسؤول العلاقات الخارجيه داخل هذه النقابه، وايضا رئيس الفيدراليه الدوليه للصحفيين عن النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه، بمعنى انه التواجد ديالنا داخل هذا المجلس هو تواجد مهم بالنسبه لنا اليوم كاخلاق ميثاق اخلاقيه المهنه. احنا كنقابه ضمن مجموعه من التكوين على المستوى الوطني والندوات المرتبطه بهذا الميثاق، شرحوه، التفاعل معه، مناقشاته، انتقاده، تكوين الصحفيين والصحفيات في هذا المجال. نعتبره من المسؤوليات ديالنا، من المسؤوليات الأخلاقية ديالنا، على أن نقرب الصحفي ونؤطره ونؤهله لامتلاك كل ما جاء به الميثاق الوطني لأخلاقية. غادي نقول لك واحد المسألة. نحن نتحدث عن رئيس المجلس الوطني للصحافة بصفته يونس مجاهد، بمعنى أنه كل الالتزامات اللي قطعها المجلس على نفسه راه يحاول ان يحققها وغادي تحققها. اليوم كاين واحد لونديكاب كبير باقي عند المجلس، هو انه مازال ما خرجش القانون الداخلي ديال المجلس مازال محتجزا عند الحكومه. احنا بالنسبه لنا انه باش المجلس الوطني الصحفي يدير كل المهام الموكوله له ويشتغل بشكل جيد، على الحكومه ان تفرج عن هذا القانون الداخلي، مازال عندها لحد الساعه. هذا الجانب الاول. بالنسبه لموضوع البطاقه، واش تعرفوا احنا بالنسبه لنا كنقابه تنحضروا في اللجنه ديال البطاقه، في البطاقه، انه لحد الساعه انه المجلس الوطني للصحافه لم يتوصل، واخا انا غير مؤهله للحديث باسمه وما يمكنليش الحديث باسمه، تنقول غير ما تم التعبير عنه والاستخلاص عنه من تصريحات ديال الساده والسيدات الزملاء والزميلات اعضاء المجلس الوطني في الصحافه، لم يتوصل بالارشيف ديال منح بطاقه الصحافه من عند الوزاره الوصيه الى حد الان. الارشيف الذي تسلمه فقط هو المتعلق ب 2019، ما قبل 2019 ما توصلش. هذه تجربه جديده، تجربه جنينيه بدات، يعني انه اليوم ذاك السنه الماضيه بقاو البطاقه تتوزعوا الى حدود شهر 5، يعني بقاو تيتوزعوا وبقاو تيخرجوا، وقبل منها التجربه السابقه راها كانت معروفه وكانت واضحه. تنعتقد ان المجلس غادي في خطوات، ونوست انه راه اكثر من 70% من البطاقه راها تمنحات. الا باقي شي ملفات قديمه اظن ان الزملاء والزميلات داخل المجلس الوطني للصحافه قادرين على انهم يحلوا كاع المشاكل في انصات وتفهم كبير لكل ما يمكن زعما يوقف قدام الصحفي المهني في ممارسه المهنه ديالو. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.